السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج ناسنا. اليوم بقضاء أبو الخصيب، هذا القضاء المعطاء، قضاء النخل، قضاء التمر، قضاء نهر خوز، قضاء الروح الخصيباوية المعروفة عند أهل البصر، روح الطيبة. أهل أبو الخصيب الطيبين هنا، واليوم نشوفهم بهذا الجو شوي حار. شلون حجي؟ شو أخبارك بوي؟ الحمد لله. شنو وضاعك؟ هالفاية هاي تفيدك بالحر؟ تفيدنا، كان شو ماكو أحسن من الماكو. مرة شكال عمرك حجي؟ 75. أبو من؟ أبو علي ابن الشيخ علي. الله يعطيك الصحة والعافية. الله عافية. شيخ؟ شيخ يدرس بالنجف. نعم، الله يوفقه إن شاء الله، والله يحفظك إن شاء الله حجي، يعطيك طول العمر والصحة والعافية. بويا سولف لنا على أبو الخصيب، أجواء أبو الخصيب. أبو الخصيب منطقة حلوة وأهلها طيبين ونعم من أهل يعني أشياء قديمة، وهاي وبعدهم ما عندهم مضرة وأخلاقهم زينة بالفعل، يعني أهل أبو الخصيب طيبين. نعم. أنت صار لك شنو الشغل هذا حجي؟ والله هواي صار. إيه. متعود بهالمكان هذا بالسوق؟ جماعة المنطقة هم زينين وياي. إيه. نعم. انت يعني هذا الشغل صار لك شقد تقريبا؟ كم سنة؟ نعم بالسوق؟ ايه من زمن صدام. ولحد هذا اليوم؟ نعم. هي هم تعويد، قضية تعويد على السوق وعلى الناس، بس اذا تقعد هم تتمرض وتتعب. حركة زينة. ايه. وبعد تعب ابني يدرس بالنجف وهاي وهم ارادة شوية. الله يوفقه ان شاء الله. تحياتنا لك. معروف يعني ابني معروف شيخ علي. تواصل وياه؟ معروف بالخصيب يعرفون، لو تسأل سيد علي بالجامع قل له احكي لي عن شيخ علي هوي. الله يوفقه ان شاء الله. نعم الله. حجينا ابو علي. نعم. الله يسلمك. يسلم الجميع. الله يعزك ان شاء الله. شلون السوق اليوم زين؟ نعم. طب للسوق؟ السوق زين بحركة. نعم. يلا مرخصتك ابو علي. اعزائي المشاهدين، بدينا بهاي الشيبة المباركة من سوق ابو الخصيب، سنتحول وياكم الجو للسوق نشوف شنو اوضاع السوق، اجواء السوق. شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ شنو اوضاعك؟ العلاج باين، العلاج باين. ايه باين والعطاله بطاله. حجي صار لك قد ما الكنيسه هذا تبيع انت؟ ايه غلاوا الكنيسه عليه ثمانية، العشرة من ثمانية. العشرة ثمانية آلاف؟ اي. جايبين شو تبيعهن؟ شو تحصل بيهن؟ ألفين ألفين، وقعوا الدم رجلي. لا رعاية، لا تقاعد. ذي الألفين وين توديهن؟ آخذ بيهن خبزات وأروح. بس خبزات؟ اي. كم نفر برقبتك؟ خمسة خمسة. خمسة بهاي الخبزات بالألفين؟ اي. خمسة خمسات خمسة أقل وطحين 35 كيلو. أبو ما أنت حجي؟ أبو محمد. أبو محمد يوميا تطلع بالمكان هذا؟ إيه يوميا من الصبح. من الصبح الساعة 4 ل 11 تبيع كنس. حياك جاك رزق أبو محمد. اي والله انتم بخير وفهد. شلونك عمي؟ الله يسلمك عمي. شو اخبارك؟ شلونك؟ ابو محمد نام دارينه؟ شو اخبارك؟ والله انا محمد دوم اتذكره يعني، احتاج كنيس قبل اجي. اي والله انسان طيب ورجل كبير يعني، كون مقدرك ومحترمك. جزاكم الله خير، الله يوفقكم ان شاء الله. بس اعطونا مجال للسوق، خلينا ننسحب لجوا. نعم اعزائي المشاهدين، تواصلوا وياكم من سوق ابو الخصيب. ونشوف هنا الجماعه. السلام عليك. شلونك حبيبي؟ الله يحفظك. شو اخبارك؟ الله يرحم والديك. رقب الخصيب، بطيخ ابو الخصيب. رقب الخصيب. رقب الخصيب؟ رقي عراقي. مالت ابو الخصيب هذا؟ لا مو مال ابو الخصيب. شو اريد مال ابو الخصيب؟ لا ما عندنا مال ابو الخصيب. بطيخ. البطيخ هم عراقي. مال البلد؟ البطيخ مال البلد. شوف اعرف لو ما اعرف. شلونك انت؟ الله يحفظك الله يرحمك. عموما انا حيدر. ما متزوج بعدك؟ لا متزوج. يا ما عندك ولد؟ ما عندي ولد. الله يرزقك ان شاء الله الولد الصالح والذريه الصالحه بحق محمد وال محمد. الله يرحم والديك. ابو كرار. نعم. شلون السوق؟ طبيعه السوق؟ والله السوق يعني زوين. هل ابو الخصيب حلوين؟ والله حلوين زين. اي على اساس
معروف عن ابو القصيب روحهم طيبه بلقاهم حلو صحيح وعايشين يعني متالفين بحب وموده وسلام صحيح. شنو الاخبار بعد سولف لنا انا بدي اسمع منك ابو كرار اخبار يعني عن شنو اخبار السوق اخبار ابو القصيب والله ابو القصيب حلو ايه والسوق هم صار لك شو الشغل هذا والله هواي صار لنا ايه المحل لك ان شاء الله لا والله اجار يعني هو المشروع لك هو هذا المشروع علي ايه الله يوفقك ان شاء الله الله يرحم والديك ابو كرار ويعزك ان شاء الله ويرزقك رزق حلال ان شاء الله الله يرحم والديك الله يسلمكم نعم اعزائي المشاهدين تواصلوا وياكم السوق ابو الخصيب راح ندخل لي جوا للسوق سوق كبير كلش يعني معروف هذا السوق بتاريخه بعراقته شلونك حبيبي بعد روحي طيب شو اخبارك حج ودان عليك سولفوا وياك تعال حج بس قل لي بس قل لي هاي البامي مال ابو الخصيب الخصيب هاي مال بدين اخوي ماكو مال الخصيب هاي شاب الخصيب ما ابي زراعه اخوي زراعه ماكو هاي من جرفوا يعني الاراضي هاي سوا بساتي اي من صار المد سعد المد الملحي خربت يعني ماكو قاعد بعد زراعه انتهت النخل هم انتهى كله وضع الاعلال ابو منت ابو فاضل ابو فاضل والنعم منك ابو فاضل الله يرحم والديك الله شو اخبار السوق ابو فاضل والله السوق اسعار مرتفعه الدجاج صاعد عندك 4.5 5.25 يصير صحيح لحم غالي كل اسلع غالي يعني ما في شيء رخيص الله يكون بالعون الله يرحم والديك اسال ولا شو اسئله شو تقول له قل لك اسئله تعال بقلنا الاسئله سولف مو عندك مو محكيها كذا شلونك حبيبي السلعه غاليه موتتنا والله العظيم غاليه من الجمله ايوه العباس كلش غاليه السلعه دمرتنا دمر يعني هاي الشغله من 3000 صارت 2000 والله مصعد الدولار مصعد الدولار صارت مشاكل أيوة كلش يعني حتى مالي واهي سجل السوق يعني خلق ماكو يعني الاسعار صار لك جيب السوق تشتغل انا صار لي 3 سنين اي شو خلاك تفتح هذا المشروع؟ والله كنت اشتغل انا عربانه بالسوق وشوي شوي تطورت الحمد لله وشكرا موفق اي أيوة والله هسه احسن لك الحمد لله وشكرا خير من الله الله, أيوة. الله يرحمه السعودي طبعا اثر هواي نعم اعزائي المشاهدين متواصلين وياكم من سوق ابو الخصيب وهاي الناس الطيبه شلونك حجيه شو اخبارك شنو الاوضاع الحمد لله والشكر على كل حال يا اخوي الحمد لله اخوي ام علي هلا بيك ام علي اكثر يا اخوي شلون السوق ام علي والله نوبه زين نوبه شين وياها وياها ان شاء الله ان شاء الله بلكي زين يضل ان شاء الله امين يا رب العالمين هذا تجيب لنا تجيبين الجيمر عندنا حلال ايه؟ وهم نشتر والله ساعه الحلال ما بي يعطيني 500 حلال شلون فينا على شلون نسوي الجبين شلون نسوي الجيمر والله امهاتنا مو احنا كذب عليك يعني انت ما تعرفون مو كلش بس اسوي روب جيمر ايه؟ اي والله ما تعلمنا منهم ونحمد الله ونشكر على كل حال هاي عيشتنا والله عيشتنا على هذن الله الشاهد صاحبة بنات وبونا رجال كبير ايه؟ وعيشتنا على هذن ايش قد تحصلين باليوم من هذا السوق هذا مو سوى نعمة نعمة 25 30 20 مو سوى نال السوق ياخذون من عندك يشترون معروفة سلعتهم علي ايه معروف الحمد لله والشكر بس شو مرتبة ونظيفة الله يسلمك هذا زبد ايه بعد شفت هذا الجمر اي واجب المال عرب مال قنم ومال دواب حلو شوف سلعه ام علي بسوق ابو الخصيب سلعه نظيفه مرتبه هذا الزبد ان شاء الله ان شاء الله علي موجود علي موجود بصف خامس ابتدائي صغير ما صغير عنده. ما عنده ولد كبير ايوه الله يكرمك احمد الله وشكرا يوم ما عيشتنا على ذن ترى ما طلعنا للسوق بس بعد شو سوى الاوضاع مو زينه مجبوره اي والله عده حلال ويريد علف ايه وعلى قولتك ما عنده معين ابوهم رجال كبير 85 سنه عمره كبير حجي اي والله 85 اي وهسه عد والله مقدمين رعايه صارنا 3 سنين وبعدنا بالله والله البنات مدارس والله بس الصغيره الكبيره طلعت وحده متزوجه عندها بنين اه ايوه الله يكون بعونك ام علي مد الله وشكرا الله يساعدك ان شاء الله نعم هاي ام علي وقصة ايثار قصة عطاء يعني تكافح من اجل العيشة وساعد اطفالها وساعد زوجها احنا نتعلم من هذه القصص والله احنا بالبلدي شلون هاي العرب تعال يا ام عربانتك تعال شلونك عمي الله يسلمك شو اخبارك والله على الله الله يسلمك والله معديك بدون هالوجه هذا دايم حلو الله يسلمك نعم اعزائي المشاهدين هذا عامل النظافة
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ والله الحمد لله. جواك الله. جواك الله يبارك. البلدية تشتغل؟ اي والله بالبلدية هاي. تنظف السوق؟ تنظف بالسوق. قل عمرك؟ والله 56. مواليد 56؟ 56. اي والله. يعني حوالي هسه واصل السبعين لو اقل. اي مو عادي هسه عمري 56. اي 56 سنة؟ اي والله. الله يكون بعونك. وعلى هاي بالسوق احنا من الصبح تطلع؟ هاي العصر نطلع ثلاثة. ايه. حل بالعشرة. ايه. ايش يعطونك راتب؟ والله 330. يكفل لك؟ 330 والله ما يشتغل استاذ. ايش عندك اطفال؟ عندي والله 8. 8 اطفال؟ ايوه. طيب 330 هيك. ابو من انت؟ انا ابو مرتضى. نعم منك ابو أيوة. مرتضى. تتعب ابو مرتضى؟ اي والله بعد هذا شلون استاذ؟ هذا بالعربانه ورايح وراد بالسوق. والازدحامات وهذا. ما يكون بامان. اي أيوة والله اموره كلش تعبانه. كلش. اخوانكم يعني اللي يسمعون الخيرين الميسورين ابو أيوة. مرتضى هذا وضعه تشوفونه هالعمر هذا 56 أيوة. سنه ويدفع بالعربانه اي أيوة. والله تعبان كلش بشكل هاي هاي جماعته من هناك زين يعني 300,000 عندك 8 اطفال وعائله وبيت 300,000 هاي اخذ كل شيء ما كفلني والله الداين علي والله اخذ هاي بالجسم بدي أيوة. كله بدي شغل ثاني ما حصلت ماكو شغل ثاني هاي راح بالبلد هاي 30 هذي 330 مارك اي والله الله يسعدك ابو مرتضى اي والله رحم الله والديك الله يرضاكم هلا يمه استقبلت الراتب اي انا انت وليداتي دققتكم والله نصرح للطبيب وللصيدليه وما تشوف السوق مشتعل بنار فقر وين نعيش نار والله وين نعيش وماكو كذا بطال جزاد ايش من الراتب كذا بطال ها 25 شي وين توديه 25 أقول الله كريم الله يسهل الله يلتفت لنا إن شاء الله إن شاء الله إيه بس أنا إيه؟ أم جواد أنا أم جواد أي أم جواد هذا الراتب مال الرعاية مال لا والله مال التقاعد تقاعد مال الحجي شايبني 160 الله يرحمه 160 إيه؟ وداحتك أنت 160 هسه سويت وين رحت للطبيب 160 وين توديهن؟ رحت جبت هسه دواء علاقة الدواء والطبيب وأنا عندي أكيد سكر وضغط كل شيء عندي وداحتك أنت ما يمكن أروح الطبيب غالي الله الله بهذا العالم الفقراء الله وكيله محمد كفي اي والله ام مصطفى وام حسين بس كل من عازل لهم كلهم عيال كل ما خدم رايته وتكتر ما عاد بطاله عطاله وداحت العاطلين زودوه يمه قلت اليوم راتب العاطلين اي زودوه قلت اليوم الله يسلمك شو العالم هذا بعد ربنا العائله للفقير الله وسلامتكم ان شاء الله وسلامة الحكومة وما يخسرون ويا الفقير إن شاء الله بعد الله يسعدك الله يسعدك نعم أعزائي المشاهدين أكيد سمعتوا صوت الناس ومناشداتهم ومعاناتهم احنا راح ندخل لجوه السوق ومثل ما قلت لكم سوق أبو الخصيب كبير وسوق به هواية من القصص وهواية من المعالم قناة الفرات حجي السلام عليكم شلونك عمي حج مكنك تبيع لا نبيع ونكنك شلون التكنيك شلون الفيسبوك اخبار الانترنت والله كل حزب بشر بخير كل حزب عندك صفحه بالفيسبوك اي اه عندك صداقه دز ايش تنشر حجي والله انا ما انشر بس اتفرج يعني اشوف شكو ناس شو تحب تتابع قاعد اتابع انجليزي دروس الانجليزي قاعد اتابعها اكثر شيء هي مدرس انجليزي معلم لا والله احب الانجليزي قمت هالشكل يعني فعلا. تعرف انجليزي يعرف تتقنها اي طبعا يعني احكي لنا فرد جمله بالانجليزي ما احكي ها لا تحرجني احكي لنا اي شيء بالانجليزي لا تحرج اي شيء يعني مثل ايش تريد اي شيء براحتك انت عرفنا عن نفسك ايام حسين حلاوي محلك شنو مثلا يعني يبيع الحليب يعني بيع الملك ملك 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 موافقين ان شاء الله ابو علي مو ابو علي ابو علي صار له جد بالسوق انت يمكن من ال 74 هالسوق هذا اي من 1000 على هذا البناء على هذا الوضع نفس الشيء كل شيء ما تطور ايه العالم كله السوق السوق سوق بي ناس مثلا باقي من القدم لحد هذا اليوم امثالك اي موجود ايوه حافظين على هذا السوق اقدم من اكثر يعني اقدم من عندي موجودين حلو يعني اكو واحد بال 1950 موجود
موافق ان شاء الله ابو علي. شكرك. الله يسلمكم. نعم اعزائي المشاهدين، دول العراقيين يحبون الابداع، يشوفون ابو علي بالمحل ويكنك ويتصفح ويشوف دروس انجليزي. مثل ما سمعنا القصه مال القصه ذاك الرجل الشيبه محافظه واسط اللي عمره 76 سنه وهو يمتحن ويدرس ويقرا. السلام عليكم. سلم عمو. شلونك عمو؟ شو اخبارك؟ سلمك والله. ابو من؟ انا بيت بيت خماس. والنعم والله. والله العظيم عندي تليفوني عندي تليفوني باقي من عجيب باقي من عجيب القران. يا الباقي؟ باقي منها بالعشاء. اوه. والنبي. باقي من عجيب باقي من عجيب بالعشاء باقي من عجيب. لحقتوا على التليفون يا معودي؟ خذوا بجيبي التليفون مالي. بطلوها هاي الحاله بطلوها. باقي من عجيب باقي من عجيب. اصدار بحاله فقير زلمه فقير. على التليفون. دورت عليه ما حصلته؟ دورت عليه ما. حرق هذا السيم كارت حرق الخط. لا يسوون بي مشاكل. حركته؟ ايوه. عاشت ايدك. عاشت ايدك. عساها بحظك وبخذك الخط التليفون. انت شنو كنت تكنك بيه تخابر بيه؟ والله انا خابر بيه نشيبي والله العظيم. نشيبي خابر نشيبي. وين هو نشيبك؟ من عجيب ابراهيم. ها انت ما قلت لابو من؟ ها؟ ابو من؟ بيت ابو من انت ابو من؟ ابو الخماس. انت ابو خماس؟ اي. الله يحفظك حجي ويسترك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. الله يعوضك. الله يوديك الطيب. الله يسلمك. نعم اعزائي المشاهدين الجماعه هنا تجمعوا خلينا نشوف وش عندهم ما عندهم. شلونك عمي؟ هلا بيك. هلا. شو اخبارك؟ اهلا وسهلا مرحبا. شنو وضعك؟ والله الحمد لله ماشي على. شلون السوق؟ السوق والله تعبان. بلاك الحجي حتى احنا تعبان. حر موت. حاره كلش. يعني انا اشغل السبليت هاي اذا ما انقطعت الكهرباء. اشغل السبليت اطلع برا انا طابق ثاني افتر لي ساعه على ما يبرد المحل يلا اروح اشتغل. انا مصلح شاشات. شاشات؟ اي نعم. قبل كان له اهميه بالسوق مصلح التلفزيونات، هسه ما نقول شاشات. تلفزيونات وراديوات المسجلات له اهميه بالسوق. اكيد اي. ورا التطور ورا التكنولوجيا اللي صارت بقت يعني شغلكم مثل ما هو لو تغير؟ والله كثرت يعني المهنه صار يعني مثلا من ما تقول انت كنت مثلا وحدك بالسوق هسه صاروا 20 30. صحيح. زين والناس هم يعني ما جاي يصلحون. اي. يعني لانه حالاتهم كلها تعبانه. الناس كلها حالات يعني يجي يصلح الشاشه ب 30 ب 40 من يلي. اي. والله العظيم. وهم ما اكو. يظل يحسب 100 حسب. صحيح. ناس ما تقدر. مشكور عمي. انا ممنون فيك. الله يسلمك. موفق ان شاء الله. هاي البسطيه لك مال السمك. البسطيه ظلت بس السمك. هسه احنا نبيع براحتنا. ابو البسطيه ما هو؟ وين ابو البسطيه؟ انت مالك علاقه؟ تعال خل اجي امك. اقعد اقعد اقعد. استريح. شلونك؟ شو اخبارك؟ اقعد اقعد استريح. قل لي علمنا هذا، هذا سمتي. اي سمتي هذا. وهذا؟ هذا دوكان، هذا دوكان. حمام. اي. هذا غزومه. اي. عندنا سمتي، عندنا دوكان، عندنا حمام، عندنا غزومه، هذا شنو؟ هذا روبيان. روبيان. جاك اتصال؟ ابو البسطيه شاف الكاميرا وراح، احنا احتلينا البسطيه مالته. ها؟ يجي وين يروح؟ لازم ناخذ لقاء وياه. الله يرزقك ان شاء الله ويسترك حجي. نعم اعزائي المشاهدين سوق ابو الخصيب، انت شو شغلك؟ اشتغل عماله والله. ها؟ اي والله. شلون العماله؟ الحر هذا؟ يوم ماكو يوم ماكو عماله، شو تسوي؟ ليش يوم ماكو؟ شو تسوي بعد؟ يا عرف ادربي ادربي، شرد شاف الكاميرا شرد. مثل ما تقول كل من جماعته صارت واسطات. اي والله واسطات. وانا البارحه شفتهم 500 قالوا ماكو واسطات. كلها واسطات خوي. اي. كل من هو كل من كادره صار. ايش قد ايش قد يوميتك؟ 25. ايش قد اطفال عندك؟ عندي ثلاثه. الله يسترهم ويحفظهم ان شاء الله. الحمد لله وشكر نعمه. الحمد لله وشكر سادر ويا رب. الله يستر الحال ان شاء الله. وبعدنا نبيع سمك سمتي دوكان قلت لي؟ دوكان. وهذا حمام تعلمت كل انواع السمك انا بعد. استمرنا لكم بهذه الجولة من برنامج ناسنا بسوق ابو الخصيب. التقينا ويا الخضار، التقينا ويا السماش، التقينا ويا ناسنا الطيبين. هسه بنشوف اكبر عدد من المواطنين، اكبر عدد من الناس حتى نسمع صوتهم. شلون حجية؟ شلون شمه؟ شو اخبارك؟ بخير. جاي على الفلافل؟ اي اريد اخذ الجهاز. ها طيبة فلافل بالخصيب؟ اي والله حلوة. الله يكون بعون حجي، الله يسترك.
السلام عليكم. شلون اخوي؟ اهلا وسهلا. شفته بس تشر على العالم. ها؟ مال استاذ رجال متقاعد. صار له 6 اشهر ما مستلم راتب. ليش؟ ماكو تقاعد يقول اليوم باكر اليوم باكر. مكافأة هاي خدمة طوق حجي لو لا؟ لا ما نكون ولا بعدنا ايش عجب؟ ها؟ ما صادنا واس شاهدنا شهرين بعد جزء شهرين ثلاثة نستلم. يعني طلع التقاعد من انت؟ مدرس؟ مدرسي معلم انا. معلم؟ اي ماكو رواتب ماكو ضاله. المشكلة هاي يعني معلم بس الشغل ما بيعيب بس المفروض اليوم يكون لك تقدير وتكريم. اي تقدير ماكو. دولة ماكو. الله يستر ان شاء الله حبيبي الله يكون بعونك. هذا السيد سيد جميل ترى سيد جميل هو دلانا عليك. نعم اعزائي المشاهدين متواصلين وياكم سوق ابو الخصيب. اي عاد شلونك حبيبي؟ شلونك؟ نعم بس شو تريد؟ صورة؟ وين القاك ناشر هاي؟ ها؟ والله اريد انشرها على الفيسبوك. ايش تكتب عليها؟ ايش اكتب عليها؟ صورت ويا المقدم مال الفرات. عفيف. شو اسمك انت؟ منتظر. ياصف منتظر. ثاني متوسط. شلونك بالدراسة؟ زين. يعني انت توك رجعت للثاني؟ لا رحت للثالث. رحت للثالث؟ ايه. شو تحيلك بالثالث؟ ما لك علاقة بذول يسربون الأسئلة، ما لك علاقة بذول يقولوا لك ذني مرشحات، اقرأ، اجتهد، زين؟ منتظر ان شاء الله. ابوك شلون وياك؟ زين. يشجعك على القراءه على الدراسه؟ اي عافية نظوري. انت شدك جاي للسوق هنا؟ هيك يا فتاه تونس؟ اي ما عندي شيء. يلا خوش موفق موفق حبيبي موفق. هلا بالعزيز شلونك؟ ميت هلا. شو اخبارك؟ خير عساك بخير. الحمد لله. شو هالخضره؟ والله خضره زينه الحمد لله. ماكو ماي. خضرة ابو الخصيب شلون؟ خضرة ابو الخصيب ماكو، شلع ماكو، لا تقلي على الخضرة. ماكو، شلع ماكو. كان ما اشتري اليوم. كله مال ما اشتري اليوم ما اشتري، انت ابو من؟ ابو قاسم. ابو قاسم ما اشتري. تعطيني خضرة ابو الخصيب، نعناع ابو الخصيب، ريحان ابو. انا اقول لك بلا شيء. ريحان ابو الخصيب. ماي ماكو. ابو قاسم صار لك شنو من الشغل هذا؟ انا صار لي تقريبا 15 سنة. فيها خضرة؟ والله فيها خضرة. ايه. جاي بالسوق. شو هذه ذكريات الخضرة وياك؟ والله خضرة حلوة زيادة نعم الحمد لله. عشرتها حلوة؟ كون نروح بعد هاي الخضرة نعمة الله. ايه؟ والله بالخضرة يشتغل كل شيء. فيها خير وبركة ورزق. نعمة. رزق حلال هذا. ايه؟ رزق حلال بتعب. لا منا ولا ما. أنت شجع على الرزق الحلال؟ أنت شنو غير الرزق الحلال ماكو. إذا ما تحصل رزق الحلال ماكو. رزق الحلال هذا. هذا خضرة هي بيها بركة. رزق حلال وبيها خير من الله. وياكل حرام شو تقول له؟ حالك حرام بعد هو والله. ايش أقول لك بعد أنا هو والله. هاي رزق حلال. تعبنا والله. شغلنا تعب وحلال وخير من الله ونعم الحمد لله. عائلتك ساعدهم هذا الرزق؟ كنت انت همك هو اليوم اولادك؟ اي انا اولادي والله يشتغل عماله، عندي ابن يشتغل عماله. وانا هنا اشتغل بالخضره. تزوجت ولا لا؟ لا والله بعدني هسه على باب زواج بكت الله هسه نزوجها. بكت لك الباب يريد انك عرس؟ لا لا والله نزوجها الله كريم. هسه على بكره على الايام خليه ببالك لولا حتى مبشره هسه سلام خليه ببالي هو قاسم كبير اي قاسم كبير قاسم جتك المشاره يا الله بكت الله ورا فرحه الزهره ان شاء الله ورا فرحه الزهره انت بعد بات لحق محرم جايك اي لا ان شاء الله بعد محرم ورا محرم ورا فرحه الزهره ان شاء الله هاي والله ان شاء الله بشر قاسم اليوم قاسم راح يحضر روحه للزواج يا الله ورطناك في قاسم نعم اعزائي المشاهدين متواصلين وياكم بسوق ابو الخصيب طرح بين الدينار طرح جماعة كلش حرانين طرح بين وسهلا قواك الله قوا حيلك بعد قلبك الله يحفظك تعبت؟ اي والله الصياح؟ من الصياح والجو حار والجو حار ونحمد الله ونشكره الطرح هذا مال ابو الخصيب مال البلد مال سامره مال هذا مال الزبير مال الزبير مال الزبير قضاء ابو الزبير ايه حلو خوش طرحه وناعمه ويعني ولا يطلع بيها مر طرحه حلوه تخبل والله بيش كيلو؟ بألف دينار إنه بيش تبيعه؟ لكم بلاش تأخذون وتعرفون لا ما أريد بلاش حلايكم ها وينك استاذ احنا نسوي التنزيلات السعر الفلاح جاي نبيعه بالسكين جاي يبيعونه بالفلاح كيلو استاذ اسمع تنزيلات مالاتكم السوق كله يسمع يلا انتم قدام الكاميرا يلا طرح بلف طرح بلف تنزيلات بلف ابو الالفين 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 بلف بلف دينار طرح الزبير بلف طرح الزبير بلف بلف دينار بلف دينار بلف دينار
عمي صار تنزيلات الطرح. تنزيلات الطرح. بلف دينار ابو الالفين بلف. موفقين ان شاء الله، الله يستركم ويرزقكم ان شاء الله، وهاي الروح الحلوه وهذا الملقى الطيب وهاي الضحكه الحلوه من اهل ابو الخصيب. اهل ابو الخصيب الطيبين الاخيار صراحه حياتهم حلوه اهل ابو الخصيب، وهاي الحياه الطيبه كل ناس طيبه هواي ابو الخصيب. خل نختم هنا من الحج. شلونك حجي؟ حياك الله عزيزي. شو اخبارك؟ نعمه نحمد الله ونشكر على كل حال. خذ لي الحج. ما يروح مقرطف. وذا راح شلون قاعد تخسرنا بدونكم. قواك الله. عافاك الله عزيزي، حياك الله عمري. شلون الشغل؟ شلون البسطيه؟ نعمه نحمد الله ونشكر على كل حال. الحمد لله وشكرا. صار لك جد بشغلاته؟ والله صار لي تقريبا من 2004 ايه هنا بالباميه، بس كنت نبيع روبه ايه. اول ما قبل لا نظام صدام بال 2000 بال 97 روبه نبيع روبه، بس الايام بعد قمنا نبيع باميه لان الروبه بعد ما تمشي هسه ايه. غالي حليب، غالي الدواب، ماكو ماي حليب، وبعد الصيف ايام الصيف يشف الدواب يسمونه مغرز. الباميه من تجيبوها؟ اكو مال المدينه هاي ايه. واكو مال بالخصيب. ايش كيلو صار؟ مال بالخصيب بثمانيه، مال المدينه بستة. ليش مالت ابو الخصيب بثمانية؟ هاي مالت ابو الخصيب وهاي مالت المدينة، شو الفرق؟ الفرق انا اقول لك، هاي عمرها 14 سنة وهاي عمرها 60 سنة. شلون مرة كمرة مليون ايه؟ اكو مرة حقها مليون واكو مرة 5 ملايين ايه؟ هاي نفس الشيء اخوي مثلها. يعني شلون نقول مثلا هاي يسمونها يعني هسه ما اقدر اوصفها بوصف. المهم ايه توصفه كلها شنو؟ ليش هسه هاي باميت صار عرفتها ايه؟ هاي باميت ابو الخصيب توها محويه، توها محويه ايه، وارض ابو الخصيب تختلف مع باقي المناطق ايه. هسه مثل ما الديره هاي يسمونها ما الديره، بعد الديره قاعده ثابته اغلى. الديره الديره ابو الخصيب ديره، بس هسه اكو ناس يقول لك هاي ديره، هاي مو ديره حنسميها، هاي ديره بس بالاسم زي. الديره هسه هاي، بس ياكو اختلاف هسه هاي هاي مالت المدينه بها خطوط سود، مالت ابو الخصيب لا بيضة بعدها ايه. انت شو طلع من الصالون بالضبط. يعني توصلها عروس اي بالضبط. البامي عروس اي شلون لعد شاقك تنزل ب 40000 رحم الموتك، شلون مو عروسه ومتعوب عليه ايه متعوب عليه شلون لعد. هسه خليني ارجعها هاي مالت ابو الخصيب. يا اخي بعد حياكم الله. ابو من ابو حسين ويا ابو حسين، وصلنا وياكم ولا نهايه حلقتنا من برنامج ناسنا في قضاء ابو الخصيب. ابو حسين ختم لنا وشرح لنا على الباميه الشرح الحلو المرتب مثل ابو حسين المعدل ومرتب. اعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، على امل ان نلقاكم في حلقات قادمه. شوفكم بالف خير.